ذاك الشبل من ذاك الاسد زي ما بيقولوا، والجيل الجديد اللي بيتفرج على احمد ياسر ريان يمكن ما يكونش استمتع وشاف النجم الاكبر الحقيقه ياسر ريان، واحد من نجوم النادي الاهلي اللي امتعه وفضل فتره طويله جدا مشوار رائع من التالق مع النادي الاهلي. ياسر ريان جه من المنصوره عشان يلتحق بصفوف النادي الاهلي ويحجز مكان اساسي ويسجل اسمه بحروف من ذهب في جبهه النادي الاهلي اليسرى. نشوف مشوار ياسر ريان مع الاهلي بالارقام ونرجع عنصر من العناصر المطلوبة في لعيب كرة القدم إذا لم تتوافر معها عنصر السرعة فأعتقد أنها بتفقد يمكن أكثر من 50% من قوتها. وإذا تحدثت عن السرعة لازم تتكلم على ياسر ريان فيراري، يعني اللي ما شافش ياسر في الملعب حاجة كده شبه محمد صلاح، نفس الجسم يمكن نفس التكوين الجسماني يعني، لكن هو لاعب أشول في المقام الأول والأخير وكان الحقيقة بيمتلك سرعة غير طبيعية. إياك ثم إياك ثم إياك أنك تسيب لياسر مساحة، لأنه مش بس كمان سريع لكن عنده ذكاء تكتيكي، بيتحرك وبيخلق نفسه أو بيتمركز في الملعب بشكل يخلق لنفسه المساحة فيقدر هنا يستغل عنصر السرعة زي ما أنتم شايفين كده. وكان لعيب الحقيقة كمان بالإضافة لسرعته وقدرته على المراوغة كان لعيب تكتيكي من طراز نادر، يعني في أوقات كتيرة جداً لعيبة بتحجز مكانها في الملعب بتنال ثقة مدربها بشكل كبير، وياسر كان واحد من دول. وتقدر تقول كمان انه كان جوكر، يعني ياسر في اوقات كتيرة جدا بس ما كانش بيكتفي باللعب في الناحية الشمال لكن كان بيتم توظيفه في اكتر من مركز داخل الملعب. مشوار طويل طبعا مع النادي الاهلي، عنده كمان حقيقة قدرة على العرضيات، يعني دقة العرضيات برضو خدوا بالكم الجزء الخاص بالسرعة ده عشان تقطع ملعب او تمشي على الخط بالكامل تاخد مشوار طويل زي ده وتوصل للاخر مطلوب منك تلعب الاسيست او تلعب الكره العرضيه او تلعب الوان تو، محتاج نفس ومحتاج قوه ومحتاج دقه، وطبيعي جدا لو لعيب بياخد المشوار ده يبقى فقد جزء من قدرته على التركيز او جزء من قدرته على انه يفنش اللعبه بشكل كويس. لا، قصه مع ياسر كانت غير كده خالص، قصه مع ياسر الحقيقه يمكن عرضياته بلسم استفاد منها بشكل كبير جدا في التوقيت ده، نجم هجوم النادي الاهلي ويمكن هو اللي باين حتى في اكتر اللقطات اللي بنشوفها مع حضراتكم حسام حسن. يمكن ثنائيه كانت واحده طبعا حسام استغل ابراهيم حسن في اليمين وياسر ريان في الشمال كاحسن ما يكون الحقيقه، وهما الاثنين الحقيقه كانوا من اكثر الباكات اللي جم في تاريخ النادي الاهلي قدره على ان هما يلعبوا عرضيات متميزه جدا، والاثنين كمان يعني انا بتكلم طبعا على ياسر بس الشيء بالشيء يذكر، ده طبعا اللقطات اللي احنا شايفينها دي اعتقد من ما كانوا في نص الملعب. الحقيقه كمان كان عنده قدره كبيره جدا على التسديد، يعني في اوقات كتيره جدا ياسر كان بيسجل ما بيكتفيش بس بصنع الاهداف. طبعا بدايه تالقه كانت في المنصوره، والمنصوره في الفتره دي في التسعينيات كان واحد من اكبر الفرق في مصر، وكان الحقيقه دايما ماتشاته مع الفرق القمه سواء اهلي او زمالك كانت يعني بتبقى من اقوى الماتشات اللي بينتظرها جماهير الكره، وقدم لمنتخب مصر وقدم للكره المصريه اسماء كبيره جدا فين المنصوره. الفيراري ياسر ريان طبعا او الظهير الطائر زي ما كانوا بيسموه الاسم الشهير ليه، كان واحد من اسرع واحرف اللعيبه اللي جم في تاريخ النادي الاهلي واحتلوا مكانهم طبعا في الناحيه الشمال، ده كان حريف السادسه النهارده الظهير الطائر ياسر ريان. Thank you.